متابعين أكثر من 20 مليون. إن اتجهت إلى السوشيال ميديا تجد هو الأول بعطاءاته وبرسالاته المميزة والمفيدة. شكرا له. يوم قلنا له نبغى نبدأ بك بالدقائق الأولى وما نأخذ من وقتك بس عشان نطمئن إن نجحنا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وبدعمك اللي خلف الهواء نبيه على الهواء. رحبوا معي مشاهدين الكرام، رحب معي يا أباظة، رحب معي يا منيب برفع الصوت عالي إلى كاريزما اللي راح. الآن نبي نرفع الصوت عالي وعالي ببرنامج السوق الشتوي، ونرحب في البداية بفضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. وارفع الصوت يا منيب، مرحبا بأبي عبد الله، وحياك الله يا شيخ عائض. الساعة المباركة. قدمت مقدمة اعتقد يا ابو عبد الله انها قليلة في حقك. بس مايكك هذا دي يا شيخة، المايك من هيبتك ومن هيبة الديكور والجمال. ها؟ من الشوق، من الشوق ومن الشوق ما قتل. يا مرحبا ابو عبد الله. برنامج السوق الثواني الأولى، حرصنا انك تكون معنا، موجه رسائل جميلة. وانت شفتك في السوشيال ميديا كذلك بدأت بالفيديوهات تثني على قناة الواقع وتثني على جمهور الوفي وتثني على عطاءات الإدارة والفريق الفني والإداري. وعبد الله حلق بنا ثم سنرحب بضيف آخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. هكذا هكذا وإلا فلا لا. المعالي تسرى لمن قد تعالى. يا الله. أحييكم بعد تحية الله للمسلمين والمسلمات وأنتم منهم في المقدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ورحمة الله. أحيي هذا الشهم النجم الساطع أبو عبد الله ناصر الغامدي الذي سميناه اصطلاح لأنه عند العرب الحوت الأزرق هو الذي يعبر الموج الله. ولا يخاف الطوفان. والحمد لله نجح في قناة الواقع، بقناة الواقع نجحت به نجاحا باهرا أبشركم. صارت قناة الواقع رسالة اجتماعية وتربوية وأدبية، وسنا نشاهدها على ألسنة الرواه والمتحدثين في مجالسنا وفي منتدياتنا. أقول بارك الله لك أيها الرائد الرائع أبا عبد الله، وليست أول مرة أنا معك من سنوات طويلة، شاهد الإنجاز والعصامية والفلاح دائما، وأشاهد التسديد. أنا من أسرة قناة الواقع، داخلتهم شبابا رائعين كما تقول أنت ابن ناس، صدقت أنهم ابن الأسر المجيدة. سلام. الأمهات في البيوت اللواتي ربينا هذا الجيل الذي كان إذا حضر الصلاة رأيتم يصفون معنا، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. اللهم صل عليه. يحترمون كرماء نجباء أوفياء لله ثم لقيادتهم ثم لوطنهم. وأشكر آبائهم الراعين الموحدين الذين قاموا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قناة الواقع اليوم تنطلق في ثوبها الجديد، وأنا مع الإخوة أتشرف أن أكون كل أحد الساعة 9 ليلا مع أخي وحبيبي أبو عبد الله ناصر الغامدي. الله يحييك. وصباح الاثنين 9 صباحا مع أخي وصديقي مبارك الأكلبي. الحقيقة قناة الواقع هي المائدة المنوعة، حدائق ذات بهجة. سلام. إن أردتم الحديث بعد الآية المحكمة، الحديث الصحيح، قصيدة الفريدة، البيت الشرود، الشيلة، اللقاء الممتع، الحكاية، السوالف، الاهتمامات الاجتماعية، القضايا الأسرية، كله على هذه المائدة. والحقيقة أن حبيبي هذا هو ناجح في الإعلام لأنه درس الإعلام وخاض كثير من القنوات وعرف الصح وما عليه ملاحظة، لأن ناصر بار والدين، أنا أعرف الناس به، هو بار والدين، فهو لحقته دعوة الوالدة والوالد. الله يحفظك. ومنها أيضا بار بولاة أمره، وبار في رسالة الوطنية. وقد رافقت حضرا وسفرا صاحب صلاة وصدق وأمانة جزاه الله خير. فأسأل الله رفعة لقناة الواقع ومزيدا من النجاح. وينطلق الآن السوق 90 يوما، وينطلق الابتداع ابدع أبشركم. والليلة هناك رواد، وهناك رائعون، وهناك منشدون، وهناك متألقون، وهناك مبدعون. إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. يا سلام. يلا طلبناك حظا يرفع القالة، والناس بالعرف فيها ما يكفيها. وعسى الله يزيدنا وياكم نجاحا وتوفيقا وهداية ورشدا، ويجعلنا عبادا صالحين مصلحين. وأحسنتم في التنويع كما يقول صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة.
فهذا هي المائدة المحبذة عند الناس في بيوتهم. وشكرا، وأسعد هذه الليلة أن أرد عليكم السلام في بيوتكم وفي أسركم وفي محلاتكم، فأصبحت قناة الواقعة بشتكم في البيت وفي المقهى وفي الفندق وفي السوق وفي الشركة وفي الطريق، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله وفي المستقبل.